بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. أما بعد، أحبائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، سنبدأ اليوم في أول فصول القصة في الفصل الدراسي الثاني أو الفصل السابع. الفصل السابع بدأ بقصة الخديوي توفيق وأحمد عرابي. أحمد عرابي اجتمع في جيشه أو اجتمع في منزله مع ضباط الجيش وأقسموا على الجهاد لتحرير مصر من ظلم وفساد الخديوي توفيق وحاشيته، لأن الخديوي توفيق وصل إلى مرحلة كبيرة جدا من الظلم والطغيان والفساد السياسي، وكان المصريون في عهده في شدة الفقر والحاجة، وكانت المميزات كلها للضباط والعمال الأتراك الشراكسة. فقام أحمد عرابي ومن معه بعرض عام في ساحة عابدين في 9 من سبتمبر عام 1881. توجه أحمد عرابي ومن معه من ضباط الجيش إلى ساحة قصر عابدين الذي كان يقيم فيه الخديوي توفيق، وعرض المطالب المصرية. فرد الخديوي قائلا: لا حق لكم في هذه المطالب، ولقد ورثت هذه البلاد عن أبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساننا. يعني كان بينظر إلى المصريين أنهم مجرد عبيد ما لهمش قيمة، كان شايف ان هو اعلى من الشعب المصري، وان الشعب المصري ده كله شعب مجرد عبيد عنده. فرد عرابي عليه رد الشهير: لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا ترابا ولا عقارا، فوالله الذي لا اله الا غيره اننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. فاحس الخديوي توفيق بالخطر، واحس ان احمد عرابي وضباط الجيش سينقلبون عليه ويعزلونه من الحكم، فلجأ إلى واحدة من أسوأ الحركات السياسية في العصر الحديث. اتفق مع الإنجليز على أن يسهل دخولهم لمصر، وتعهد لهم بأن يفتح لهم أبواب مصر ويساعدهم في دخول مصر مقابل حماية عرشه، يعني يخلي إنجلترا تحتل مصر مقابل أن هو يفضل في كرسي الحكم. وسافر إلى الإسكندرية وبالتحديد إلى قصر رأس التين ليكون في حمايتهم، لأن طبعا الأسطول الإنجليزي بيجي عن طريق البحر. فاضطر أحمد عرابي للحرب، ووقف الشعب بجانب الجيش، ولكن النكسة حدثت، واستطاع الإنجليز دخول القاهرة من منطقة العباسية، ودخلوا إلى قلعة الحكم، قلعة صلاح الدين، التي سلمها لهم خنفس باشا قائد الحامية. وكده حصل الاحتلال رسميا لمصر. ولكن الانجليز تناسوا حقيقة تاريخية اكدها مؤرخ شهير اسمه ماسبيرو. قال ايه؟ قال ان هذه الامة المصرية تدل على طبائع ابنائها كما تدل اثارها على البقاء والخلود. فكم من مرة اجتاحها الغاصبون الاقوياء وظنوا انهم حولوا ارضها رمادا، وظنوا انهم قلبوا مدنها وقراها انقاضا فوق سكانها، فإذا بهم ينفضون ما ظنه الغاصبون فناء ويبعثون من تحت أو يبعثون من تحت الأنقاض ليعيدوا البناء والكفاح من جديد. ملخص الكلام ده إيه؟ ماسبيرو هنا يقصد يقول إن الأمة المصرية مر عليها الكثير والكثير من أشكال وأصناف الاحتلال على مر التاريخ، ولكن في كل مرة مهما طال الزمان أو قصر فإن المصريين يستعيدون حريتهم ويكافحون ضد المحتل. الجزء الثاني بيتكلم عن مصطفى كامل. مصطفى كامل الزعيم السياسي الشهير مات في سن صغيرة جدا في عز شبابه، ولكن ترك أثر كبير جدا جدا جدا. مصطفى كامل بدأ يكافح ضد الاحتلال الإنجليزي، وكانت له وسيلتان، واحدة داخلية داخل مصر والأخرى خارجية. الوسيلة الداخلية هي بعث الحركة الوطنية في الداخل لتوحيد الجهود ضد المستعمرين ومحاربة استسلام الوزراء والحكام لسلطات الاحتلال. طب ازاي كان بينفذ ده؟ ازاي كان بيعمل على بث الحركة الوطنية في الداخل؟ عمل ثلاث حاجات: واحد، كتابة المقالات في الصحف المصرية والمجلات. بيكتب مقالات توعوية، مقالات بتحرك الوعي الوطني لدى المصريين. اثنين، الخطب في الأندية والاجتماعات، يستغل أي تجمع للمصريين في أي مناسبة ويلقي خطبة يبث فيها روح الوطنية والمقاومة ضد الإنجليز. لذلك
الحركة الثالثة اللي عملها أصدر صحيفة اسمها صحيفة اللواء لتعليم الشعب المصري حقوقهم، وكان شعاره في تلك الصحيفة أن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة. طب وسلطة الخارجية بقى كانت هي الدعاية للقضية المصرية في أوروبا وإثارة الرأي العام الأوروبي ضد الاحتلال الإنجليزي، لذلك طبع الآلاف من النداءات، عمل صورة رمزية صور مصر بامرأة تستغيث بأحرار فرنسا من ظلم الاحتلال البريطاني، حاجة كده زي رسم كاريكاتير، وطبع من هذا النداء آلاف النسخ ووزعها في كل أرجاء أوروبا بل في إنجلترا نفسها. في خضم هذه الأحداث الظروف ساعدته أنه للأسف وقعت حادثة شهيرة جدا اسمها حادثة دونشواي، خدتوها انتوا قبل كده في الدراسات الاجتماعية في الابتدائي. حادثة دونشواي ملخصها أن بعض الضباط الإنجليز كانوا يصطادون الحمام بالقرب من قرية دونشواي بالمنوفية، ففلاحة أصيبت بطلقة رصاص وماتت، بل واشترت النيران في أجران القمح الأماكن اللي كانوا بيخزنوا فيها القمح. فطبعا الأهالي استشاطوا غضبا وطاردوا الضابطين الإنجليزيين، فتعرض أحدهم لضربة شمس ومات، طلع يجروا بره القرية وواحد جات له ضربة شمس ومات. بدل الإنجليز ما يجيبوا حق الست اللي اتقتلت، الست المصرية اللي ماتت، ولا يعوضوا المصريين الفلاحين عن أجران القمح اللي احترقت، الإنجليز غضبوا لمقتل الضابط الإنجليزي، إزاي المصريين يتجرأوا ويطاردوا الضباط الإنجليز؟ فشكلوا محاكمة وهمية لا عدل فيها ولا رحمة، وتم إعدام أربعة من الأهالي وسجن وجلد بعض الناس الآخرين. كانوا فاكرين إن كده بيهمدوا الشعب المصري وبيكسروا عليهم، ولكن هذه الحادثة استغلها مصطفى كامل أفضل استغلال، فكتب في الصحف الفرنسية بل سافر إلى إنجلترا نفسها وكتب فيها مقالات هاجم فيها السلطات الإنجليزية في مصر بشدة بقيادة اللورد كرومر. اللورد كرومر ده المندوب السامي البريطاني في مصر، وطالب بالتحقيق العاجل في تلك الواقعة، وطالب أيضا استغل الفرصة بقى وطالب أن مصر يكون لها دستور خاص بها يحكمها ولا تكون تابعة للإنجليز. فكان لأثر هذه المقالات أثر بالغ جدا وشديد جدا. فمن تلك الأثار، واحد، صحيفة التريبيون الإنجليزية أخذت تنادي باستقلال مصر، مجلة اسمها مجلة المجلات كتبت تذكر الإنجليز بوعودهم بالجلاء عن مصر، البرلمان الإنجليزي قام بعض النواب الأحرار يلقون الاتهام على اللورد كرومر ويستنكرون ما فعله، وأدركت إنجلترا خطأ سياستها وأصدرت قرارا بعزل اللورد كرومر من مصر بعد 24 عاما من كونه المندوب السامي البريطاني في مصر، وده كان انتصار كبير جدا 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 للحركة الوطنية المصرية بقيادة مصطفى كامل. آخر شخصية معنا محمد فريد. محمد فريد جاء ليكمل رسالة مصطفى كامل، كان طبعا صديق مصطفى كامل وكان رفيق من رفقاء الكفاح. بعد وفاة مصطفى كامل أكمل الطريق وسجن وعذب وأخذ يتنقل بين عواصم أوروبا للدعاية للقضية المصرية، لم يترك مؤتمرا ولا تجمعا سياسيا في أوروبا إلا سافر له للدعاية للقضية المصرية، فأنفق كل أمواله رغم أنه كان غنيا جدا ومات فقيرا في أواخر أيامه في أوروبا بعيدا عن دياره. وبالتالي انتهت صفحة كبيرة جدا جدا من التاريخ الوطني في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وبكده ينتهي الفصل السابع، على أمل في اللقاء القريب في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.